أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قتل الهد إذا كان مؤذيا، بحيث إنه يدخل الغرف ويطأ الفرش ويبول عليها؟ إذا كان يؤذي ولا يندفع إلا بالقتل يقتل، أما إذا اندفع بدون القتل فلا يجوز لك القتل، ادفعه بما يطرده عنه من إغلاق الباب أو من ضربه أو غير ذلك. نعم.